لانه المياه الزرقاء هي حرام النظر، فتشخيصها بيعتمد على الفحص الدوري. ما عندناش للأسف الكونسبت او الفكر بتاع ان احنا نفحص نفسنا للاطمئنان، لازم اروح للدكتور وانا بشتكي، انما ما بنروحش للدكاترة واحنا سلام عشان نطمئن. المية الزرقاء محتاجة ان احنا نروح للدكتور وانا سليم علشان اطمئن. الطبيعي ان احنا نفحص عينينا كل سنة، خاصة بعد سن الـ40. المية الزرقاء من الامراض اللي بتحدث فوق سن الـ40. ده مش معناه انها ما بتحدثش اقل من كده، ولكن نسبة حدوثها في الناس بعد سن الـ40 اكتر بكتير قوي من نسبة حدوثها في الناس اقل من كده. الدكتور بيفحصك كويس، بيقيس ضغط العين، بيطمن على العصب البصري، يتأكد ان مفيش مية زرقاء. انما لو انتظرنا لحد ما النظر يقل، للأسف بيبقى اتأخرنا قوي 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 قوي.